وقعت دولة الكويت والمملكة العربية السعودية اتفاقية ومذكرة تفاهم بشأن تقسيم المنطقة المحايدة وتقسيم المنطقة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما. وقع على الاتفاقية من الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، وسمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة للمملكة العربية السعودية.